أقام المصور أحمد عبد الفتاح بمعهد جوتا معرض للصور الفوتوغرافية أثناء سفره لليبيريا ومشاركته في الإشراف على الانتخابات هناك. أنا بالصدفة البحتة كنت في شهر أكتوبر موجود في ليبيريا بغطي، كان عندهم انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت واحد، ودي تاني انتخابات لهم بعد انتهاء الحرب الأهلية. كنت في الأول رايح الموضوع كمهمة عمل عادية جدا، لأن أنا بشتغل شوية في منطقة غرب أفريقيا يعني. وأنا هناك فوجئت إن ليبيريا عندها تجربة تحول ديمقراطي فريدة جدا، تاني أفقر بلد في العالم، بتعاني من كل المشاكل اللي ممكن تعاني منها بلد فقيرة وضعيفة في أفريقيا، جهل، مرض زي الإيدز وزي الملاريا، ممكن يعني كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة هناك. متوسط دخل الفرد ما يتعداش $300 في السنة. فوجئت إن رغم كل ده كان عندهم تجربة تحول ديمقراطي هائلة جدا، الشعب فعلا آمن بالديمقراطية وإن هو محتاج يرجع للديمقراطية تاني بعد الحرب الأهلية. كان عندهم إيمان عميق جدا بفكرة الانتخابات وتداول السلطة، وده خرج انتخابات أنا شفتها مبهرة. كان في نفس اليوم كان بيحصل هنا في مصر أحداث ماسبيرو اللي كانت 9 أكتوبر، وبصراحة يعني الأحداث دي هزتني جدا من جوه. يعني أنت فاكر إن أنت موجود في دولة زي دي بتشوف تحول ديمقراطي مبهر، في حين إن بلدك اللي هي خارجة من ثورة اللي هي عظيمة جدا يعني بتعاني من مشاكل زي دي يعني. فحاولت أنقل صورة تجربة ليبيريا اللي أنا شفتها ديا لمصر، أشوف إيه اللي ممكن نستفيد منه من ليبيريا هنا في مصر. أنا بشوف إن قيمة المعرض الأساسية إن هي خلت الشاب من شباب الثورة المصرية زي أحمد عبد الفتاح ينظر جنوبا زي ما بيقولوا. يعني أنا شايفة إن الثورة المصرية الفترة اللي فاتت بتنظر لذاتها طول الوقت وإحنا مشغولين بالداخل، فأحمد بمعرضه بيفتح عينينا على النظر لتجارب تانية ممكن تكون كانت حتى مهمشة ومستبعدة سواء قبل الثورة أو حتى بعدها. والميزة الرئيسية في المسألة إن هو ربط في اللحظة الزمنية اللي هو كان فيها ما بين أحداث ماسبيرو وما بين الانتخابات في ليبيريا، عشان يقول لنا رسالة مزدوجة إن إحنا ما ننظرش بس لذاتنا، وكمان إن في تجارب ممكن تكون ملهمة بعيدا عن الغرب مثلا والنماذج الليبرالية التقليدية.